المملكة العربية السعودية، مهبط الوحي ومنبع الرسالة الخاتمة، حباها الله بأقدس البقاع مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما جعلها قلب العالم الإسلامي وقبلة المسلمين في كل أنحاء المعمورة. تحتل المملكة العربية السعودية ما يقرب من 80% من شبه الجزيرة العربية، ويبلغ عدد سكانها ما يزيد عن 28 مليون نسمة، ويصل معدل النمو السكاني بها إلى 2.4% سنوياً. وتعتبر ميزانية عام 2013-2014 ميلادية أضخم ميزانية في تاريخ المملكة، والمقدر أن تبلغ مصروفاتها 820 مليار ريال، موزعة على القطاعات الأساسية التالية: صناديق التنمية، الزراعة والتجهيزات، النقل والاتصالات، الخدمات البلدية، الخدمات الصحية، التعليم، القطاعات الأخرى. الأمر الذي جعل من المملكة العربية السعودية أحد أكبر الاقتصاديات في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، ولما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي استراتيجي، الاستقرار الاقتصادي والسياسي، اتساع حجم السوق، القوة الشرائية المرتفعة، عدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي، سياسة الاقتصاد الحر، ارتفاع معدل السيولة النقدية، البنية التحتية الحديثة والمتمثلة في إنشاء الطرق والتي تمتد بمسافة 55,000 كيلومتر لتربط جميع أنحاء المملكة بعضها ببعض، والسكك الحديدية مثل خط الحرمين السريع والذي تصل سرعته إلى 320 كيلومتر في الساعة، والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، لتوفر المملكة للمستثمرين بنية أساسية ذات سعة وجودة عالمية تساعد على قيام الأعمال ونموها، مما أدى إلى تعدد فرص الاستثمار التي تصل إلى تريليون دولار أمريكي. كما تصدرت المملكة قائمة دول مجلس التعاون الخليجي وغرب آسيا من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يؤكد على أهمية الاستثمار في المملكة، وخاصة في منطقة مكة المكرمة ومدينة جدة التي تعود نشأتها إلى ما يقرب من 3000 عام مضت على أيدي مجموعة من الصيادين كانت تستقر فيها بعد الانتهاء من رحلات الصيد. وفي عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان أمر بتحويلها لميناء لاستقبال حجاج البحر المتجهين لأداء مناسك الحج. ومع توجه الدولة السعودية الحديثة في عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود رحمه الله نحو تنظيم النشاط الاقتصادي وتشجيع الحركة التجارية، تم إنشاء أول غرفة تجارية في منطقة الخليج في مدينة جدة عام 1926 ميلادية، وكانت تسمى آنذاك بالمجلس التجاري. الغرفة التجارية الصناعية بجدة هيئة لا تستهدف الربح، وتمثل في ذلك اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة، وتعمل على حمايتها وتطويرها لتحتل المكانة اللائقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وخدمة الشركات وأصحاب الأعمال، حيث بلغ عدد المشتركين ما يزيد عن 61,000 مشترك. ولقد تطور دور الغرفة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار تبعا للتطورات الاقتصادية في المملكة بشكل عام ومدينة جدة بشكل خاص. ومن أبرز أنشطة الغرفة التجارية الصناعية بجدة إنشاء مركز لتنمية الأعمال، مركز لتنمية المنشآت الصغيرة والناشئة، مركز القانون والتوفيق وخدمة القطاع التجاري والصناعي والسياحي للمساهمة في خلق البيئة السياحية الجاذبة، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات السياحية كمهرجان جدة غير ومهرجان جدة للتسوق.
ومن أنشطة الغرفة التجارية الصناعية بجدة عقد المؤتمرات والمنتديات والملتقيات العالمية والإقليمية والمحلية، ومنها ملتقى ومعرض شباب الأعمال الذي يستعرض التجارب الناجحة في عالم الأعمال، علاوة على استقبال الوفود التجارية والتعريف بفرص الأعمال وإقامة المعارض الدولية والمحلية، ومنتدى جدة الاقتصادي الذي اكتسب ثقلا دوليا منذ انطلاقته في عام 2000 ميلادية كمنتدى للتفكير الاستراتيجي، بدءا برؤية ثاقبة تهدف لخلق حدث اقتصادي مميز لاستقطاب رموز الفكر والاقتصاد والسياسة في المنطقة والعالم. كما تشرف بزيارة العديد من رؤساء وزعماء العالم، وأصبح المحرك الرئيسي للمبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية في المملكة، ونقطة جذب لكبار رجال الأعمال والمال والتكتلات الاقتصادية العالمية. إن الدور الهام الذي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بجدة منذ نشأتها في مجال تنمية وتطوير الاستثمار يعكس عمق رؤيتها المستقبلية لمدينة جدة لتكون رائدة للاستثمار المزدهر والمتطور على مستوى المنطقة العربية والإسلامية، ومنافسة على مستوى العالم. ولتحقيق هذا الهدف النبيل، قدمت الغرفة الموقع الإلكتروني لبوابة جدة الاقتصادية ليكون مرجعا رئيسيا للمعلومات، ويهدف إلى توفير المعلومات الاقتصادية كالإحصائيات والدراسات لمجتمع الأعمال لمساعدتهم في اتخاذ القرار والتوسع في أعمالهم. تعريف مجتمع الأعمال بآخر المستجدات في القطاعات الاقتصادية، علاوة على المناقصات المختلفة، سهولة التواصل بين المنشآت المحلية والعالمية، توفير أكثر من 700 دراسة جدوى لأهم الفرص الاستثمارية في جدة والمملكة عامة في مجالات الزراعة، التجارة، التعليم والتدريب، البنية الأساسية، الصحة، الصناعة، التعدين، البتروكيماويات، البناء والتشييد، وتقنية المعلومات والاتصالات. المعرفة قوة وأولى ركائز النجاح، المعلومات الصحيحة والدراسات الدقيقة. بوابة جدة الاقتصادية www.jeg.org.sa. شركاؤك في النجاح والتنمية، دليلك لأفضل الفرص الاستثمارية.